الحين الأبوسترفي، شنو فائدة الأبوسترفي؟ الأبوسترفي لها فائدتان، إما تكون هي أبوسترفي for possessive أو للcontractions. شنو الcontractions والpossessives؟ الcontractions والpossessive ببساطة، هذا الآن بالأخضر مثال على الcontractions. يعني الحين أنت عندك are not، أنا بنفي عن مجموعة، شنو سويت؟ دمجت الكلمتين وحذفت الأو. فأنا أبي أفهم القارئ أن الأو حذفت وأن كان في أو، فبالتالي أحط فاصلة. طيب ليش ما أقول أرنت أرنت أرنت؟ لاحظ أنا بالنطق تمهلت قليلا قبل إتمام الكلمة. أرنت أرنت شوي وانت لا ما يعني شوف، هي ما تنكبس تنكبس. ليش؟ لأن الفواصل يعطونا هذا النطق. الحين هذا النطق شلون أنا أنطقه؟ أشيل الفاصلة. لو أنا أشيل الفاصلة، هائل هائل طايف، شلون يكتبون الحائل حايل وطايف؟ لازم يحطون فاصلة، يحطون فاصلة، معناتها النطقا في مقطعين صوتيين منفصلين، فيحطون لك الفاصلة. لو تشوف الخرائط عن حايل وطايف هالشكل، فيكسر شوية في الكلمة، يعني يفصل الجزء المقطع الصوتي الأول بالمقطع الصوتي الثاني syllables، فيقول ها إل تا إف علشان يعوض الهمزات. طيب فهني نجي على contractions باللغة الإنجليزية specifically، يعني بالخصوص اللغة الإنجليزية، بحكم أن هذه كلمة وهذه كلمة ونكبسوا مع بعض خلاهم مقطعين صوتيين منفصلين. They will they will they، لاحظ في البداية they will، يصير أقول لا إيش سالفة they، وقفت will، لازم توقف في الفاصلة تقول ترى هذه كانت W وهذه I انحذفت وانكبست الدبل L بالذي كتابيا انكبست. والفائدة الثانية للأبوسترفي في البوسيسيفز إنها تقول لنا ترى توم مو اسمه تومز، الاس أضفناها الأبوسترفي اس كجزء دخيل على تكوين الكلمة، فصارت تومز كار يعني سيارة توم، سيرز هاوس يعني منزل سارة. فهذا هو الغرض من الأبوسترفي. سؤال الشطار، هل ثمة فوائد أخرى للأبوسترفي ولا بس خلاص ما لها أي فائدة ثانية؟ لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والابتسام والتعليق الإيجابي.